السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة تسجيل ملفات الـ MP3 أو الإيقاع كـ MP3 من كورج 3X على أساس أن نستفيد منها في إيقاعات الويب أو الـ MP3. أول شيء بنروح شيفت مع ريكورد مع بعض، شيفت مع ريكورد، طبعا بتكون انت بالشاشة الأصوات، شيفت مع ريكورد، لازم الكبستين مع بعض، شيفت مع ريكورد مع بعض، بيطلع لك الشاشة هاي. طبعا انت الآن تتحكم ب اللي بدك اياه هاي ولا هاير، خلينا ناخدها مثلا هاير اساس تكون كواليتي عالي، وبتحدد وين بدك تخزنها، على الاتش دي بالجهاز او على اليو اس بي. الافضل انك تخزنها على اليو اس بي على اساس انه يكون شو ما يكون حجمها انك تستفيد منها. وبتشغل الايقاع اللي بدك اياه من طريق ستارت او ريكورد وبتشغل. الآن بتروح ستوب وبتسجل، تسمي الملف اللي بدك اياه، تعطيه اوكي، وبتحدد وين بدك تخزنه بانو فولدر. فانت بتحدد، اما بتخليه فولدر انت بتكون مجهزه من قبل، او بتخليه بشكل عام على اليو اس بي، تعطيه اوكي وسيف. بهاي الحالة بتخزن عندك على اليو اس بي. اساس تفحصه بتروح على سونج بلاي، بتروح عندك هون على اساس تشغله، بتلاقيه مثلا في اليو اس بي دايركت، هاي عندك على الاتش دي او على اليو اس بي، بتختار من اليو اس بي، هاي اليو اس بي، تنزل بتشوفه وين، هيو تعمل سيلكت وبتسجل تشغل. يعطيك العافية.